السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاجل جدا، رياض محرز أن يجدد عقده مع مانشستر سيتي لمدة عامين أو موسمين مقبلين. ويقول رياض محرز: أنا سعيد للغاية بتوقيع العقد الجديد، لأنه من دواعي سروري أن أكون جزء من هذا النادي الرائع. الآن أريد فقط أن أحاول ألعب دوري في مساعدة النادي على النجاح في الموسم المقبل وما بعده. طبعا بنتمنى التوفيق للاعب العالمي رياض محرز إن شاء الله من نجاح لنجاح. ولا تنسوا الاشتراك، لايك، شير، بارتاج للفيديو.